سلام شباب مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج سلام شباب. سلام شباب برنامجكم الشبابي الذي يلقاكم عبر التلفزيون الجزائري، والذي نعكس فيه صورة الشاب الناجح، صورة الشاب الإيجابي، صورة الشاب الذي كله أخلاق وتربية. الأخلاق مفتاح للدنيا والآخرة، لذلك اخترنا اليوم في هذا العدد موضوع الشباب والأخلاق. تابعونا مشاهدينا، لأنه دائما سلام شباب يحمل قصص شباب ملهمة ومبدعة. سعيدة جدا أن أستقبل اليوم في سلام شباب دكتور زكريا غوبريني. أهلا وسهلا دكتور زكريا غوبريني، مرحبا، شرفتني، تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور زكريا غوبريني، كيف الحال؟ والله الحمد لله، صراحة شرفت بلاتو برنامج سلام شكرا شباب. شكرا جزيلا سيدي. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. دكتور زكريا غوبريني مشاهدينا هو المتحصل على دكتوراه من المدينة المنورة ومن الجزائر، أستاذ محاضر بجامعة واد سوف، ومتحصل على أكثر من 20 شهادة ما شاء الله، وهو شاب في بداية الثلاثينيات. أكيد المسار كان حافل بالإنجازات ومتعب أيضا، حدثني عن هذا المسار. شكرا سيدتي الفاضلة. ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد الصلاة والسلام. أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الطيبة في هذه القناة النيرة، داعيا المولى تبارك وتعالى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح إن شاء الله. عود على بدء، أحبذ أن أعرج على لقبي غوبريني أو الغوبريني، يرجع إلى عالم جليل من علماء الجزائر، وهو أحمد أبو العباس الغوبريني، صاحب كتاب عنوان الدراية في من عرف من علماء القرن السابع من بجاية، ما شاء الله. وهو من مواليد القرن السابع هجرية، أي ما يوافق بالميلاد 1246، يعني بيني وبينه 7 إلى 8 قرون، ما شاء الله، عائلة عريقة. هو ولد في قرية بضواحي بجاية تسمى آث غبرين، ونشأ وترعرع بها وتلقى العلوم وحفظ القرآن، وعين قاضيا، يعني اشتغل قاضيا في زمن أبي البقاء الناصر الأول، وعينه سفيرا في ذاك الوقت لبجاية. طيب، بما أنك بدأت حديثك بآل غوبريني وبعائلة آل غوبريني التي أكيد فخور جدا بها، دعني أخبرك شيء دكتور زكريا غوبريني لو سمحت. يعني عادة ابن الطبيب يكون طبيب، يعني هذا شيء ما يختلفوش فيه اثنين، لكن ابن الطبيب يكون دكتور محاضر في الجامعة ويختار هذا الطريق، مختلف الأمر قليلاً، أليس كذلك؟ صحيح. الوالد أبي حفظه الله، الدكتور أطل الله عمره، أحمد غوبريني، هو دكتور في الطب،
وكان يلح لما كنت في المرحلة الثانوية أن أختار التخصص العلمي لأتبع مشواره في الطب، لكن كانت لدي رغبة ملحة أن أتبع طريق الشريعة الإسلامية، بدليل أن شهادة البكالوريا في 2006 كانت في الأداب والعلوم الإسلامية. فقلت يكفيك أنك أنت تكون طبيب الأبدان وأنا أكون طبيب القلوب. بما أنه اليوم دكتور زكريا غبريني نتحدث عن الأخلاق، نعم، ألا تعتقد اليوم أنه إذا تسلح الشاب بالأخلاق يستطيع أن يكون نموذج ناجح في كل الميادين وعلى كل الأصعدة؟ صحيح، والمعيار في ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ابتعث لرسالة عظيمة، لرسالة جسيمة، لرسالة جعلها المولى تبارك وتعالى آخر الرسائل، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فجعل الأخلاق نبراسا وشعارا ومبدأ يتحلى به الشاب ليواصل طريقه في الفضائل، ليواصل طريقه في الرقي، ليواصل طريقه في النجاح. فالخلق الدمث والسمت الحسن والحياء هو الذي ينتقل بهذه الشعلة الطيبة من شبابنا إلى المعالي. طيب، وأنت تتحدث مجموعة من الصور يمررها المخرج نزيم قايدي، وصراحة أنا مبهورة بجمال الصور. مثلا نعلق على هذه الصورة دكتور زكريا غبريني. نعم، هذه الصورة كانت في نياغارا لما ابتعثت للدراسة بكندا، وكانت في ألغونكوين كوليج، تخصص في الإدارة. فأنا من عشاق الحيوانات، يعني من الحيوانات المائية أحب الدولفين، والحيوانات البرية أحب الخيل. فكان هذا يعني وقت يتسم بحيوية ووقت يتسم ب اكتشاف عند هذه الصورة. أنا أريد أن أتوقف وأعلق صراحة وأقول لك نيالك دكتور زكريا غبريني. شكرا. أنا كنت في هذا الجولة ما شاء الله. حدثني عن الصورة. نعم، هذه كانت في أيرو كلوب بمطار سانت جوبير بكيبك، أخذت دورة تدريبية في الطيران، وبالمناسبة أشكر الكابتن سيد الذي بذل جهد كبير في تعليمي أساسيات ومبادئ الطيران، من الجراوند في كوميونيكيشن تور مع برج المراقبة، من الطيران، من يعني تستطيع الآن أن تقود طائرة صغيرة دكتور زكريا غبريني، لكن مع كابتن، ليس مع كابتن. مع كابتن، طيب، مع كابتن ومع نزيم وأبو بكر إن شاء الله. قالوا لك خدنا في جولة. طيب إن شاء الله. طيب هذه الصورة الآن مع هذه إحدى نشاطاتي ومشاركاتي بالمجلس الإسلامي الأعلى، والذي بجانبي هو معالي الوزير الأسبق عبد الله غلام الله الذي يشتغل حاليا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. أثمن وأشكر جهود المجلس من خلال ما يعرض من نشاطات ولقاءات وندوات مثمرة. طيب دكتور زكريا غبريني، يعني ما شاء الله أنت متحصل على شهادة دكتوراه من المدينة المنورة وشهادة دكتوراه في الجزائر وأكثر من 20 شهادة أخرى. ربما يسأل شاب الآن يقول لك من أين لك كل هذا الوقت أنك تعمل أستاذ محاضر وفي نفس الوقت تتسلح بشهادات كثيرة ما شاء الله؟ نعم، الشهادات هذه كانت في سياق دراستي الأكاديمية، لأني لما تحصلت على البكالوريا 2006 درست سنتين في الجامعة الإسلامية عندنا هنا في الخروبة، كلية العلوم الإسلامية، ثم ابتعثت بعثة حكومية رسمية إلى المدينة المنورة لأدرس بها طيلة مشواري الجامعي 11 سنة، من الليسانس، هم يسمونها البكالوريوس، ثم دبلوم عالي في التربية، ثم ماجستير في التربية الإسلامية، ثم دكتوراه في نفس التخصص في التربية الإسلامية. جميل. ولما كنت سنة ثانية دكتوراه في المدينة المنورة سجلت سنة أولى دكتوراه هنا في جامعة الجزائر 2 في تخصص العلوم الاجتماعية. طيب ربما هناك من يسأل يقول لك تحصلت على شهادة دكتوراه في المدينة المنورة، لماذا تبحث عن شهادة دكتوراه هنا في الجزائر؟ أولا هو حبا للعلم، ثانيا هي سمة أردت أن أتسلح بها من جامعة الجزائر، لأنه قبل أن أخرج من الجزائر نحن درسنا في جامعة الجزائر، قبلنا في الجامعة السعودية بناء على الخلفيات التي كانت عندنا في الجزائر التي اكتسبناها من المدارس الجزائرية، تديننا الصحيح، معاني الوسطية، معاني الاعتدال، قيم المواطنة، حب الانتماء، حب الوطن.
فشرف أن أحمل دكتوراه من جامعة الجزائر 2 وهي التي أعتمدها الآن في التوظيف. وأنا أريد أن أقول شيء بيني وبينكم مشاهدينا قبل أن أدخل إلى البرنامج بثواني. حرص دكتور زكريا غبريني أن أتحدث عن شهادة الدكتوراه التي تحصل عليها في الجزائر، وقال لي بالحرف الواحد أنا فخور بشهادة الدكتوراه التي تحصلت عليها في الجزائر وهي التي أعتمدها في مشواري الآن. فهنيئا للجزائر بك وبأمثالك. شكرا. دكتور زكريا غبريني لديك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي دكتور؟ ليس بعد، لست أنا من الخطاطين، أحب التأليف. صفحة خاصة لا يوجد؟ صفحة خاصة على الفيسبوك أتابع من خلالها ما ينشر عندنا في الجامعة، لكن لا أعرض عليها شيء عادة. طيب، في برنامج سلام شباب دكتور زكريا غبريني ومشاهدينا أيضا نعرض عليكم في كل مرة صفحات تلقى نسبة كبيرة جدا من المتابعة. صفحتنا اليوم مختلفة قليلا لكنها من حيث المحتوى رائعة جدا ومليئة بالأخلاق ومليئة بالقيم الدينية. دعونا نتابع. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ سلام شباب. سلام وألف مرحبا بالمنشد عبد العزيز سحيمة. أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل، شرفتنا وشرفت بلاتو برنامج سلام شباب. أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا وسهلا. ها، يعني عادة ما نرى صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تكون المحتويات مختلفة، لكن أن نجد صفحة فيها أكثر من 25 ألف متابع ومحتواها أنشطة دينية، تلاوات عطرة، فهذا هو الشيء الجميل دكتور. صحيح. وهذا الذي يحتاجه الشباب في هذا الزمن، أن يكون فيه تنوع للمحتوى ولا تكون فيه روتينية أو ركاب. وأيضا تقليد للمشايخ ومحاكات كذلك. قبل كل هذا عرفني من هو عبد العزيز، من مواليد، من منطقة أين، كل هذا الأمور. أكيد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. شكرا لنا. لكم أكيد على الحضور. أهلا وسهلا. من هو عبد العزيز صحيم؟ عبد العزيز صحيم من ولاية المسيلة، ما شاء الله، بالضبط دائرة عين ملح بلدية سيدي محمد، بالتفاصيل دار بالميهور. يا الله، ما شاء عبارة الله. عن كما بالعاميه نقولوا فيلاج صغير. طالب علوم إسلامية بجامعة محمد بوضياف، صاحب 24 ربيعا، ما شاء الله، مواليد فيفري 12 فيفري، حامل لكتاب الله، ما شاء الله، الحمد لله. نشط كثير من المحافل الولائية والمنطقة ثم. طيب كيف جاءتك الفكرة أول مرة عبد العزيز سحيمي لإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بتقديم هذا المحتوى؟ والله شوف، هو حلم قديم جدا. من كنت صغير كنت نحلم بلي نولي قارئ عالمي ومنشد عالمي وإلى ذلك. جاءت بعفوية فقط. هل في على سبيل المثال منشد ما قد أثر عليك في بصيرته أو أردت أن يكون نموذجا بالنسبة لك؟ لا أظن. يعني كانت موهبة ابتداء. موهبة فقط. عائلة تاعنا كامل نشأت في هذا الجو القرآني. الوالد إمام مسجد. هي ما شاء الله مثيلة ولادة للأصوات الجميلة. لأنه دائما في برامج الإنشاد الأصوات الجميلة تكون من نصيب مثيلة صراحة. طيب نكمل في الصفحة. كنت أقول لك على الصفحة قبل حوالي سنتين جاءت بشكل عفوي.
هكذا مريح مع روحي فتحت صفحة وسميتها آيات وخليتها. بعدها درت فيها فيديو فيه دقيقتين تجويد للقرآن الكريم خليتها ما على باليش أصلاً حد دير صدى كبير وكان فيها بلك 10 متابعين. كي درت هذاك الفيديو لقى صدى كبير ما شاء الله، هو كان بعض صفحاته ولعك فيهم حتى 500,000 مشاهدة ما شاء الله 600,000 مشاهدة ذاك الفيديو اللي بديت به. هذيك جاتني لقيت تحفيز لقيت تفاعل مع الناس بارتاج واللجام ثم كانت هذا من توفيق الله بداية دكتور زكريا غبريني ربما تشطرني رأي أنه الشاب يبحث عن الأخلاق الطيبة، الشاب عندما يجد مثل هذه المحتويات الجميلة يتبعها، فقط نحن نعتقد بأنه الشاب يتبع المحتويات السطحية، لا عندما تكون فيه محتويات طيبة نيرة يتبعها الشاب. حقيقة أنا الذي أريد أن أؤكد عليه أنه الشباب الجزائري نماذج فعلا. من زمن الثورة حقيقة، يعني ننظر إلى نماذج الشباب أمثال العربي بن مهيدي، أمثال زيغود يوسف رحمة الله عليهم أجمعين، فلا أستبعد أن تكون هذه النقلة يعني خير خلف لخير سلف إن شاء الله يا رب. طيب بما أنك منشد وقارئ ومتحصل على الكثير من الشهادات والجوائز في مسابقات وطنية، حدثنا عن هذه الصورة ثم سأكمل حديثي. حدثنا عن هذه الصورة، كانت في مسابقة قارئ المسيلة في 28 رمضان، كانت وقت الحجر الصحي وما إلى ذلك، كان نشاط تحصلت فيها على المرتبة الأولى ولائيا. كانت هذيك لجنة التحكيم موجهة لهم تحية من الشيخ سفيان بوعويرة مدير مركز الماهر بالقرآن بولاية المسيلة. طيب أنا والدكتور زكريا غبريني نريد أن نستمع إلى أنشودة من اختيارك طبعا لكل طاقم برنامج سلام شباب ولمشاهدي أيضا سلام شباب، ماذا ستسمعنا؟ يستاهلوا. نود نسمعكم موال موال صغير جدا لأنه ضيق. أنا سأستغل الفرصة وأصور صراحة بهاتفي بعد إذن نزيم قايدي المخرج سيعاقبني بعد البرنامج. صلوا على رسول الله. فوالله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على العهد باقي، فوالله ما وإني على العهد باقي، بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حمور، أحبابنا وإن طال المدى فلكم تقطع الشوق قلبي بعدكم قطعا، حرام على قلبي محبة غيركم، حرام على قلبي محبة غيركم، كما حرمت يوما لموسى المراضع، لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع، لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. ما شاء الله حيونا للمنشد المميز.
عبد العزيز سحيم. عبد العزيز، يعني من خلال ما تنشره في الصفحة، هل مدى أو مدى تفاعل الشباب سواء الأنشطة الدينية لتلاوتك القرآن الكريم، كم يكون مثلا نسبة المتابعة عندما تقوم بنشر هذا المحتوى الطيب؟ هي صراحة في البداية لم يكن هناك مشاهدات كثيرة، كانت ببالك تصل 15 يوم ما لحقتش 1000 مشاهدة سواء في الأناشيد أو القرآن. نعم. بعدها مالت الكفة للأناشيد، وليت نطلع أنشودة يومين نلقاها 5000، نطلع القرآن سمانة ما لحقتش 5000 ما شاء الله. ولكن دوك الحمد لله لقيت بارتاج كبير، وليت بعد ما فتحت صفحة على اليوتيوب كبين قوسين صفحة على اليوتيوب فتحتها دوك عندها 8 شهور برك. أسألك، الأناشيد هذه هل هي عبارة عن شعر مثلا، أو هو شعر منطور، أو القصائد التي تكتبها كيف تؤلفها؟ لا، هي الأناشيد هذه اللي نخدمها عبارة عن كوفر برك ما شاء الله، منها أنشودتين أو ثلاث للمنشد العفاسي وغيره من المنشدين. العصفورة أخبرتني بأنك تقلد القارئ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله بطريقة رائعة جدا، ما شاء الله. وحتى فاز لابد أن يسمعنا أكيد، وفاز بالمرتبة الأولى في مسابقة كأنني أسمع، هكذا مسابقة سراج في فرع كأني أسمع وقت الحجر الصحي. وقت الحجر الصحي. المخرج يقول لي انتهى الوقت، لكن في أقل من دقيقة قراءة لأي بينات من القرآن الكريم تقليدا لصوت طبعا القارئ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لك أخي العزيز، يعني جزاك الله كل خير وإن شاء الله موفق في مشوارك. أذكرك فقط بأن قناة القرآن الكريم القناة 5 للتلفزيون الجزائري فيها برنامج للمسابقات تاج القرآن وحادي الأرواح، فتستطيع المشاركة والإبداع. شكرا جزيلا لك. شكرا. نحن أكيد معكم مشاهدينا في برنامج سلام شباب. الآن نمر بكم إلى فقرة التحدي. عبد العزيز شكري الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون حسبك صدق الله العظيم رحبوا معي بعبد العزيز شكري اهلا وسهلا اخي عبد العزيز أهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا ربما تسالون مشاهدينا ويسال ايضا ضيفي دكتور زكريا لماذا عبد العزيز بالتحديد في فقره التحدي لانه عبد العزيز مسلح بالاخلاق مسلح بالقران الكريم ولانه عبد العزيز عنده قصه تحدي انا اريد ان يحكي لنا حبذا لو يسمعنا هذه القصه اولا اهلا عبد العزيز اهلا وسهلا حياكم الله كيفكم اهلا وسهلا إن شاء الله بخير. عبد العزيز قصة تحدي ملهمة مررت بها نعم يعني حبذا لو نتعرف على تفاصيلها يعني بسم الله الرحمن الرحيم قصة التحدي التي مررت بها يعني مدتها من سنة تقريبا كانت عبارة عن مرض ابتلاني الله عز وجل بداء داء السرطان يعني الحمد لله تم اكتشافه في مرحلة متقدمة جدا مرحلة مبكرة جدا ففي بداية الأمر الإيمان دائما الواحد يضعف إيمانه يخاف ومع الأحباب والأصحاب والعائلة الكل يعني يخاف عليك ويتأثر ومنهم من يبكي ومنهم من فالواحد في بداية الأمر يضعف يعني في بداية الأمر أقعدني المرض حتى أني كان مفروض أن يتخرج العام الماضي ناقش رسالة الماستر لكن يعني قضاء وقدر ثم هذا المرض هو الذي حال بيني وبين المناقشة الحمد لله على كل حال فمرت فترة علاجي بسرعة والله ما كنت أتخيل أبدا أني راح أعالج بهذه السرعة وأقوم مجددا قمت بالعلاج الكيميائي نعم أنا قمت بالعلاج الكيميائي في بداية الأمر لم يتأكد جيدا من المرض يعني أجريت تحليلات وفحوصات لما تأكد الأطباء من المرض تم برمجة 4 حصص كيماوي علاج كيماوي العلاج الكيماوي مرهق جدا والله كانت صح. اصعب فتره مريت بها في حياتي ومن هذا المنبر ندعي لكل مرضى ربي يشافيهم وكل من توفاهم الله بهذا المرض ربي يرحمهم مرت هذه الفتره قلنا يعني بحلوها ومرها وكانت صعبه مرت والحمد لله وبعدها كان العجيب في الامر وفي هذه قصه التحدي كان مبرمج اني اخضع للراديوثيرابي يعني العلاج بالاشعه وانا اصابتي كانت هنا في الرقبة يعني هذا الراديو ثيرابي احتمال كبير يقيس لي الأحبال الصوتية وأنا متسابق دولي سابق وصلي بالناس تراويح ومقرئ فكانت تخوفات كبيرة أنه هذا الراديو ثيرابي يقيس لي الأحبال الصوتية سبحان الله بعد ما رحت كانت برمجت لي 36 حصة وكذا وتبدأ في النهار الفلاني رحت هذاك النهار قالوا لي عاود تجيب لنا يعني الكشف سكانير هذاك نعاودو نشوفه لما خديت سكانير وعاودوا طلبوا سكانير جديد قال لي يعني الحمد لله شفيت أنت لا تحتاج أبدا هذا الراديو يعني هذا ليس بعجيب إذا كان القرآن الذي تحمله أخبر صح. الرب عز وجل أن لو قرآنا سيرت به الجبال أو كلمت به الموتى أو كلم به الموتى لا يحتاج أن نستبعد أن شفاءك أكيد. يكون بفضل هذا القرآن يعني تكليم الموتى أو تقطيع الأرض أو تسير الجبال قال الرب عز وجل بالقرآن وحتى ربما دكتور زكريا عندما قال ضعفت ثم وصلت وكنت قوي عندما تكون متسلح بالأخلاق وبالوازع الديني القوي ستستطيع أن تواجه نعم مصائب نعم الحياة صح؟ ولذلك من السمات التي يتحلى بها الشاب أثناء الابتلاء خلق جم
ودمث هو تمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته نعماء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا من الخلق وهذا من الصبر الذي يدفع الإنسان إلى معالي الأمور. يعني ننظر كيف وفقك الله عز وجل إلى الشفاء أولا وإلى مواصلة مسيرتك. الحمد لله أنه عبد العزيز شكري معنا اليوم واليوم هو يحكي هذه القصة حتى تكون عبرة لكل شاب ربما قد يمر بهذا الظرف أو يمر بابتلاء. نذهب الآن إلى الأمور المفرحة نبتعد عن نطوي هذه الصفحة ونذهب إلى الأمور المفرحة. الصورة التي بعد هذه نزيم رجاء صورة التكريم في ماليزيا أو دبي. هذه في موسكو. هذه في موسكو نعم. مسابقة روسيا الدولية لحفظ القرآن الكريم ما شاء الله. هذه الطبعة 19 في 2018 بمشاركة 35 دولة. كنت من ممثل الجزائر الوحيد. ممثل الجزائر الوحيد نعم. من كل دولة ممثل. بفضل الله تحصلت على المركز الأول كأفضل صوت ما شاء في المسابقة ما شاء الله. وعلى المركز الخامس في الحفظ والتجويد في حفظ القرآن كاملا مع التجويد ما شاء الله. طيب الأخلاق والتربية الصحيحة والتربية التي تكون في جو متدين في جو ربما مليء بالأخلاق مليء بالقيم الطيبة هي التي تحمي الشاب اليوم من 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 ما يحصل من حولنا. ولذلك لعله الأخ يشاطرني الرأي أن ميزة حافظ القرآن تجده تجد لديه سمت هادئ. وعائشة رضي الله عنها أمنا الطاهرة العفيفة لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالقرآن يحوي من الميزات ويحوي من السمات ويحوي من المعالم ويحوي من القيم التي ترفع الشاب أو ترفع الإنسان إلى الخلق الدم. من أكثر الجوائز التي تحصلت عليها هي الجوائز التي تكون في الحفظ لأنه لديك ما شاء الله قدرة كبيرة جدا على الحفظ. لكن بالرغم من ذلك نحن نود أن نستمع إلى صوتك الجميل ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نستمع إلى آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ المميز ما شاء الله عبد العزيز شكري الملهم لكل الشباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني لا تعلم الهدوء الذي كان في الاستوديو وحتى من فريق العمل وانت تقرا بهذا الصوت، يعني ما شاء الله. احلامك طموحاتك المستقبليه بحول الله. يعني اول طموح اني ان شاء الله نكون دكتور. انا إن شاء الله طالب في الماستر في الشريعه يعني راح تنافس دكتور زكريا يعني نتعلم منه ثم ثم تكون منافس ان شاء الله. طلبه علم ونتعلم من بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. هذا من تواضع الشيخ طبعا. راح يعني امنيتك انك تكون دكتور في الجامعه؟ نكون دكتور الجامعه ان شاء الله، ربما نصير استاذ ندرس في الجامعه. هذا من يعني جانب الشهاده. اما من جانب القران الكريم يعني إن طموحي اني اصير قارئ عالمي. يعني انا طموحي دائما ارفع رايه بلدي في كل المحافل الدوليه. وانا ازيدك ان تكون رافعا للرايه وان تكون نموذجا للشباب ان شاء الله يا رب. نحن ان شاء الله نريد ان يقتاد شبابنا بنماذج نيره وحيه موجوده عندنا في الجزائر. فعلا طبعا طبعا. واهنيك واهني والداك الذين سيحلان بتاج الوقار يوم القيامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خلق البر الذي تبرهما به في هذه الدنيا وتكرمهما أيضا برا وخلقا في الآخرة إن شاء الله. إن شاء الله. ونحن نحيي الأهل بالمناسبة الذين هم أكيد في المشاهدة وفخورين كثيرا بك. شكرا. هم الدعم الأول يعني. ماذا قلت عبد المنعم؟ قال لي عبد المنعم والزوجة الكريمة. نعم والزوجة. أسفة جدا سيدتي الكريمة، أعذريني لم أكن أعلم. تحية كبيرة. قال لي ربي يحفظها. تهلا زكريا، أكيد ربي يحفظ لك الزوجة الكريمة والأهل، وإن شاء الله يا رب تمثلنا أحسن تمثيل في المحفل الدولية في قراءة وحفظ القرآن الكريم. شكرا جزيلا لك عبد العزيز. شكري فعلا، شرفتنا وكنت مثال لمن يتحدى المرض بالأخلاق وبالدين. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا لازلنا دائما معكم في برنامج سلام شباب. سلام شباب البرنامج الشبابي الذي يأتيكم على قناة التلفزيون الجزائري والذي يرصد لكم خيرة شباب الجزائر. الآن إلى فقرة العرض المسرحي. يدي هاي عيني عيني يا الاولاد اكم هنا يا دراري اكم هنا يماكم واش درتوا لها واش بها راهي زعفانه ما راهي تاكل ما راهي تهضر واش بيكم واش بيه وجهك انت راه كل حبه الباذنجان واش داروا لك وانت انت شكون عفس لك على ذاك الوجه شكون يا هاد الاولاد واش صرا لكم يا درالي واش صرا لكم اكون فاهمك بابا لعبه المولوديه مع الاتحاد دخلت سلك ضربوا بيناتهم دخلت سلكهم جابوها فيا عيني عيني هكا هكا يا وليدي تضربوا وليتوا تضربوا ها قول لي شكون اغلب في هذا الماتش شكون كله كله احنا يا بابا احنا اللي ربحنا ربحنا وحده زوج وحده زوج احنا كون ماشي الاربيت محسب لنا الزوج كون شو هذاك الاربيت نروح ليه لدارك واش دير نروح ليه محسب لنا الزوج واش دير يا وليدي ريح 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 على حسب نشوفها ما كاش اللي غلب فيكم لانه اللي يكون غالب امره ما يكون مضروب انتم ما خاسرين اسمعوني نقول لكم كلمه واحده برك المره الجايه تزيدوا تهبطوا لهذا الملعب ماذا بكم ديروا قناع ولا تشوفوا غطوا ذاك الوجه انا قلت لكم هذه عفسه شابه بابا باش ما يعقلوناش الشرطه باش ما تعقلكش الشرطه يا باش ما يعقلكمش الناس باللي انتم اولادي ها يشوفوكم تضربوا واش يقولوا اولاد السي احمد متضربين هاك ديروا لي في التبهديل عليه عليه على تزحفوا في يماكم وتقلقوا فيا عليه على ديروا لوالديكم هكا اسمح لنا يا بابا اسمح لنا ماشي حاجه كبيره ضربنا وتبه بليس جابها بليس ها جابها بليس يا وليدي انا ما رانيش نخمم دوكا انا راني نخمم من بعد كي تولي حاجه كبيره ايه يا وليدي كي تكبروا تولي حاجه كبيره كيفاش يا بابا سما كي نكبروا نبقاو نضربوا لا لا كي تكبروا ما تبقاوش تضربوا بيناتكم كي تكبروا تولي تضربني انا ولا تضرب يماك كي تولي عجوزه يما ايه لا 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 يما اللي ربيتني نضربها
يما اللي ثبت عليا نضربها. لا لا بابا لا لا. كيفاش يا بابا انا على البليس؟ كيفاش نضرب يما؟ كيفاش نضرب يما؟ ضربتهم كاع برا نضرب يما. ايه يا وليدي تولي تضرب يمك لانه ساعتي دفع العبد شي لا يوالم. اسمعوني مليح يا الولاد، انا يماكم هذيا ما نحبهاش كي تكون زحفانه. دوك نعيط لها وانتم تطلبوا منها كاع السماحه، فهمتوا يا مرا؟ يا مرا وراكي ارواحي ارواحي ارواحي. هتفضلي قولوا لها واش راكم حابين تقولوا لها. هاي يما حبيت نقول لك باللي نحبك يا يما. يا يما سامحينا. يما العزيزه اللي ربيتنا وتعبت علينا. يما يما العزيزه نحبك ونموت عليك، سامحينا اذا غلطنا معاك. انا عمي يا مرا هاكي تشوفي، اسمحي لهم كي زعفوك. انا زقيت عليهم يا ذراري. الانسان يزعف ما راحش منزول، لكن يزود ايمان يزود نفسه بالايمان. يا ولادي اقراوا قرانكم، حافظوا على صلاتكم، هي اللي تنهاكم على المنكر وهي اللي تعلمكم التربيه والاخلاق. يا ولادي فهمتوا كيفه؟ الدين هو الاساس، ما تنساوش. ها سامحينا يا يما، وهكا حبينا نهدوا لك واحد الاغنيه صغيره. يما 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 العزيزه ليا غير رضا يوحني عليا، كبرتيني وتعبتي عليا، علمتيني حسن التربية. بابك يتعب ويصرف ويجيب القفل عشية، يمك تضربها بالكف وتبدي بابك على الكبرية. يا اللي تستعمل العنف مع الوالدين والأولياء، خمم غدوة كي توقف يا حبيبي راهي خطية. خمم غدوة كي توقف يا حبيبي راهي خطية. يما يما العزيزة ليا غير رضا يوحني عليا، عبرتيني وتعبتي عليا، علمتيني حسن التربية. تحية لكل أمهاتنا، وأكيد ألف شكر لأعضاء العرض المسرحي على هذا الإبداع صراحة. شكرا جزيلا. سلام شباب. سلام فرحات محمد أكرم، أهلا وسهلا. اهلا اهلا مرحبا اهلا بك. اهلا وسهلا. الله يسلمك. كيف الحال؟ الحمد لله. خدمني الحمد لله. زوجني تطبيق على البلاي ستور، ما كل هذا نورني. كاع شاب يخدم كاع شاب يتزوج. ان شاء الله يا رب. دونك رحبوا بك ورحبوا بالفاضل بالجمهور، ونشكروا بيان سور الطاقم الفني اللي راه ساهر على هذا على هاد ليميسيون هذه. سلام شباب، ان شاء الله تلقى النجاح اللي ان شاء الله اللي تستاهله ان شاء الله. دونك كونسيرنون لي كونسيبت هذوما زواجي وخدمني، هي الفكره بدات بخدمني علاش يقول لك الابداع يولد من رحم المعاناه. تسمى من تكون تعاني من حاجه تجيك فكره باش تلقى الحل تاع هذاك المشكل. نعم. دونك
بزاف الناس تعاني مالوريزمون من التوظيف، وكاين ثاني ناس، كاين ثاني ناس بالمقابل عندهم مشكل باش يوظفوا كيما نقولوا حنا لو بون بروفيل. سي لو بون بروفيل علاش؟ باسكو الى كل واحد يتبع شقره ولا يتبع ليكسبيريونس اللي عنده. بزاف شفناهم في دي دومين اللي ماشي تاعهم مالوريزمون شادين بلايص تاع ناس واحد اخرين، دونك الى كيما يقول لك يفو اورغانيزي لي شوز، ما كل واحد في بلاصته. دونك اللي بدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدات على فيسبوك، الحمد لله تلقات نجاح وبادير اونتر بارونتيز في فيسبوك. دروك لو جروب راه فيه اكثر من 35 الف متابع في الصفحه. وي لا لا خدمني هو اللي بدا قبل، باسكو بدا صافي واحد 2 ans ببخي. طيب تبسط لي الفكره اكثر، فرحات محمد اكثر. هي الفكره هي هي كيما نقولوا حنا لو ليان بين صديق الوسيط بين اللي حاب يخدم واللي حاب يخدم. سيتو احنا كانت البدايه في مواقع التواصل، طورنا الفكره درناها وكاله اشهاريه. علاش اشهاريه؟ باسكو ماشي احنا اللي نوظفوا، احنا ماشي وكاله التوظيف اللي بزاف دونك يحطوا هو الاعلانات تاعهم وحنا نجوزوهم. هذه سهله خدمني وسهله، زوجنيني شويه. زواجي لا زواجي زواجي هي فكره ثاني وسيط بين بين اللي مقبل على الزواج ولا مقبل على الزواج واللو بريستاتير. تسمى تلقي كيما شفنا في لو في تي ار، تلقي لي لوكاسيون دو روب، لوكاسيون دو فواتور، لي تريتور، انسي دو سويت. تسمى كاع كاع اللي متعلقين كل مستلزمات العرس. فوالا فوالا كل مستلزمات كيما نقولوا حنا تحضير العرس. وين كنتوا قبل ما انا ندخل القفص الذهبي؟ تكون سهلتوا عليا المهمه. كنا عاد نطيبوا. طيب نحكيو اكثر ربما. نعم تفضل. عندي ابهام، يعني هل التطبيق هذا يعنى بمثلا قضيه التعارف لمن يريد الزواج او لا. انه للتاهيل؟ لا هذا لا هذا هذا تسهيل ربما. تسهيل لاطاش صديق تربحك الوقت باش ما تقعدش تحوس، ومام طون تعرفك على ناس كثر اللي ما تكونش تعرفهم. انت دوك باغ اكزومبل واحد باغي يتزوج يعرف غير حانوت واحد تاع لي كوستيم باغ اكزومبل. نعم لابليكاسيون تعطيك لو شوا، ما انت تشوف باغ اكزومبل كاين ارتيكل عند هذا ما تلقاش عند الاخر. ما هذه هي الفكره يعني الكبيره. يعني سهل الامر دكتور زكريا. نعم. يعني تعرض لك مجموعه مثلا من قاعات الاعراس، مجموعه من المحلات، انت تختار. نعم. تختار اللي يساعدك على حسب البيدجي اللي عندك. ثاني دونك احنا ليدي هذه بدات من غرب الجزائر، بدات من وهران. انا نسيو ان شاء الله نطوروها وتكون على برا ولايه الوطن. هذا المشروع لقى اعجاب وتقبل من طرف الشباب. لا هو كي لونسيناه، هي كما كنا نقولوا قبيله في الكوليس، كي لونسيناه تلقى اعجاب. بصح شوالا جا في فتره شويه عويصه، جائحه كورونا. فوالا جائحه كورونا هي اللي شويه ثقلت المسار تاع التطبيق. مي ان شاء الله غادي رايحين نديروا ميزاجور، تسمى نزيدوا دوطخ بريستاتير. يعني لو احمل هاتفي الان ندخل للبلاي ستور ما تلقاهاش بور لانستون مالوغوزمون. ما تلقاهاش علاش؟ باسكو نحيناها بور لا ميزاجور. تسمى غادي نزيدوا فيها دوطخ بريستاتير، نزيدوا فيها دوطخ ممكن أضيف يعني لفتة طيبة في قضية التطبيق هذا. ممكن تضيفون أيقونة وهي أخلاقيات الزواج. جميل. تعرفون فيها مثلا على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، الحقوق المشتركة بينهما. نحن لو نلاحظ سيدتي نعم يعني كمتزوجين ممكن تستشيرون بأساتذة بأخصائيين يقومون بشبه دورات. نحن نلاحظ الآن في ماليزيا على سبيل المثال دورات قبل الدخول. اذا نعم. اذا فشلت في الدوره ما تسمى يعني قبل في العقد الشرعي يستلزمون هذه الشهاده. وهذا يسهل، يعني انا اقترح هذه الفكره لا وحتى يقلل من نسبه الطلاق. طبعا طبعا.
أكثر أكثر من كونه يقلل من نسبة الطلاق يساعد على أن يفهم الزوج زوجته. يعني أحيانا قد تكون العقلية تختلف، قد تكون المشارب متنوعة، قد لا يتلائمان. يعني هذه درست في علم النفس كثيرا، يعني شخصيات الداخل إلى الحياة الزوجية، أن الرجل يدخل بشخصية طفل أو بشخصية رجل أو بشخصية أب، وأن الأنثى أيضا تدخل إلى الحياة الزوجية بشخصية أنثى أو بشخصية امرأة أو بشخصية أم. فلا ينفع أن يتزوج رجل بشخصية طفل مع أنثى بشخصية طفلة، لأن كلاهما يبحث عن شيء معين. وأظن أن هذا كان من أكبر العوامل الذي أدى إلى فشل زواج البرنسس ديانا مع الأمير ويلز، مع الأمير في أمير ملكة بريطانيا. مهم لا كومينيكاسيون روما كاينها في المجتمع تاعنا، ماشي غير بين الزوج والزوجة، مهم بين الأب والابن، مهم بين الأم والبنت. لا كومينيكاسيون ناقصة بزاف، ما هذا ديجا مشكل. يعني جميل أنكم تضيفوا لهذا التطبيق نصائح لتكوين أسرة، راح تزيدوا. طيب ما نديرش غير طلاقي صاي. طيب ربما أمالك وطموحاتك كصاحب هذا المشروع وكصاحب هذا التطبيق، تطبيق خدمني وزوجني، إلى أين تريد أن تصل من وراء هذا التطبيق، أو أهدافك من وراء هذا التطبيق؟ قاعد يخدموا قاعد يتزوجوا. هذا هو الهدف إن شاء الله. لا لا إن شاء الله نوسع المشروع هذا، ما يكونش برك في الغرب الجزائري كما راه دروك، ماذا بيا يكون في كاع ولايات الوطن. وعلاش لا؟ كما يقول لك يبروفيتو منه الناس بزاف، باسكو المغزى من هذا الشيء سي نعاونوا الناس، ما ندخلوا وسيط باش نعاونوا الناس. دونك ماذا بينا نعاونوا لو ماكسيموم دو جون بوسيبل. ولا كاين الناس كما يقول لك عندهم افكار كما الاستاذ فاضل اللي يقترحوا علينا، مرحبا بهم. حنا اوني اوفير توت بروبوزيسيون، ندرسوا لا بروبوزيسيون تاعهم. الا كانت نشوفوها احنا مليحه وتزيد في التطبيق وتزيد في مساعده الناس، علاش لا؟ ماذا بينا ونقولوا بلي فلان هو اللي قال، ما ندوهاش لينا. لكل باحث عن العمل ولكل ايضا من يريد ان يسهل حفل الزفاف ان صح التعبير والتحضير للعرس، هناك تطبيقين على بلاي ستور، تطبيق خدمني وزوجني. ومعنا اليوم اكيد صاحب هذه الفكره وصاحب هذا التطبيق الذي نشكره كثيرا على القدوم. شكرا جزيلا. جيتنا من وهران، من وهران الباهيه. سلمنا الكامل ناس وهران. ربي يخليك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. نحن دائما معكم مشاهدين عبر برنامج سلام شباب. الآن سنمر إلى فقرة أخرى، فقرة اختياري، ولدي مفاجأة في الفقرة. سلام شباب، معكم أسماء صاحبة مؤسسة بنا لإنتاج زبدة الفول السوداني. إحنا في الجزائر مستهلكين كبار للكوكا ونموت على الكوكا، وهذا أمر رائع جدا على خاطر الكوكا هو مصدر مهم للبروتينات النباتية. هذه البروتينات النباتية مفيدة جدا للجسم، وهذا ما يكون سهل عليه أكثر من البروتينات الحيوانية. كما أن الكوكا فيه دهون أحادية غير مشبعة، يعني دهون صحية للجسم وتخلينا شبعانين لمدة أطول. لذلك مغرف من البنة مع الخبز الصباح يفوت نهارك هائل. كيفاش نصنعوه البنة؟ حنحكمو الكوكا، نحمصوه لوقت معين في درجة حرارة معينة باش نحصلوا على هذيك الكولوم المطلوبة تاع الزبدة. ومن بعد نخرجوا منه الزبدة ونعمروها في لابوات، عمروهم نتأكدوا بلي لابوات تغلقت مليح. نحطوا هذيك لابتيت نوت هذيك صغيرة فيها رسالة مني اللي الزبائن تاعنا، نتأكدوا مجددا بلي حاولنا غلقنا لابوات جيدا. لحد الآن آراء الزبائن عن المنتج إيجابية جدا، ما لقينا حتى رد سلبي، والحمد لله. إن شاء الله نكملوا كما هكا، وإن شاء الله أنتم تاني تذوقوا البنة وتعجبكم. أهلا وسهلا بأسماء بن شهرة. أهلا أسماء، مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أكيد سأتذوق وراح نشوف إلى بنينة ولا لا. لا هي تحمل اسم البنة، إن شاء الله تكون بنينة. أنا قلت مفاجأة لأنه ما شاء الله شابة، دكتور زكريا 22 سنة، دراستها شيء واختارت أنها تعمل وأنها تأسس مشروعها الخاص. أهلا وسهلا أسماء، حدثيني من هي أسماء بن شهرة؟
أسماء بن شهرات 22 سنة من ولاية معسكر. في الحقيقة دراستي ما يشبه إلى هذه الدرجة ما زعما على مشروعي. أنا قريت علوم غذائية وتخصصت في تسويق المنتجات الغذائية بالضبط، وحاليا أنا أكمل ماستر في التغذية. يعني ما زلني في المجال تاعي. مشروع بنا كان هو مشروع التخرج تاعي، تخرجت به هذا العام في 2020. يعني هو مشروع التخرج، مشروع التخرج تاعي تابع معي جيدا دكتور زكريا. كان من المفروض ندير تربص ستاج، بصح مادام كان كورونا ما قدرتش ندير ستاج في ليزونتخوز، ما ولاش يستقبلوا. كنت علاش ماشي انا ندير لونتفريز وندير ستاج في لونتفريز تاعي، شكون يسالني؟ ما شاء الله. وهذه هي الاراده دكتور زكريا، الحاجه كما تفضل الاخ تولد الابداع. صحيح، ورب ضارة نافعة. كورونا صحيح. هذه ولدت الكثير من الإبداعات فعلا فعلا حقيقة. وغيرتنا حساباتنا بشكل كبير جدا. أكملي لي، أنا متشوقة. وفي حياتي الأخرى عندي أنا مدربة تطوير شخصي من 2016، يعني أربع سنوات خمس سنوات تقريبا الآن. عموما نكون متحدثة في الملتقيات الوطنية كما مع آيسك، مع هالت برايس، مع نوادي من الجامعات، معها اختات تكون ايضا لي دورات نكون انا بريباريت هالاشخاص ويجوا هما يشاركوا معايا. ونشارك هذا نشارك صوالح متعلقه بحياتي اللي دائما كاين منها درس في نهايه المطاف. ما بزاف ناس يخافوا يشاركوا اخطائهم. انا نشوفها بالعكس حاجه مليحه، على خاطر حياه وحده ما تكفيش. يعني اذا غلطت انا وناس واحد اخرين ما يغلطوش. بناء على قولك انك استفدتي درس، يعني من خلال مشوارك الجامعي او الدراسي، ألم تلتفتي على سبيل المثال إلى جوانب الإعجاز العلمي في القرآن من ناحية الأكل، كيف كان يوجه النبي عليه الصلاة والسلام صحابته، طريقة تنظيم الإنسان لأكله، تنظيم الإنسان لشربه، الأوقات التي يأكل فيها، الأوقات التي لا يأكل فيها، مدى الوقت الذي يأكل فيه قبل أن ينام على سبيل المثال، خصوصا أنها زبدة الفول السوداني دكتور زكريا صحية؟ يعني طبيعي طبيعي. في الحقيقة مؤخرا أنا أشوفه أصلا في الجزائر دات واحد الهبة على الأكل الصحي، ولات الناس تنتبه أكثر واش تأكل، على خاطر كي نشوفوا نلقوا بلي جميع علة في الجسم سببها الاكل اللي ما يكونش صحيح. صحيح، ما يكونش سواء ياكلوا الناس بزاف، تما اغلبيه انا نشوف نمط الحياه تاع الجزائري دائما ياكل عفايس حلوين في الليل قبل ما يرقد. فعلا بعد يقول لك انا مريض وشفت كوابيس وشفت كي تهضري عليا اسمع. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان واضحا في هذه الجزئيه، قال المعده بيت الداء. والاهتمام إلى ما نأكل وأن يكون أكل صحي شيء مفيد جدا. الآن أنت أنتجت زبدة الفول السوداني الصحية، تفكرين في أمور أخرى صحية أسماء في إطار شركة بنا اللي هي مؤسستك؟ أكيد بنا هي هو البرودوي رقم واحد، هو المنتج الأول تاعنا. خليني ندق بنا الفول السوداني نشوفه، ولا صحرة هي بنينة ولا اسم فقط؟ هاوليك يلا تحكمي. بسم الله كملي. كما قلت لك بنا هو المنتج رقم واحد، يعني هو الأول. من القدام إن شاء الله حتكون هذه قام تاع بنا، لأنه اسم المؤسسة هو بينات هاوس، يعني دار الكوكاو بالعربية. وحيكون فيها عدة سلاسل تاع منتجات. لماذا الفول السوداني بالضبط؟ نجد كثير من المكسرات ربما فيها، هي غنية بالبروتينات وبالألياف أيضا، لماذا الفول السوداني بالضبط؟ سببين بكل صراحة. السبب الأول أنه متوفر في الجزائر. أنتم ما كملوا هدوءنا كملنا لأنه فعلا بنينة. أي مليح، أنا سعيدة لأنها رقتي. شكرا. رقم اثنين على خطر البري تاعو ماهوش غالي إلى تلك الدرجة، يعني خصوصا بالنسبة كما لليا أنا ما كنتش دائما نحوس كثر على التمويل نتاع المؤسسات، من عند مؤسسات يعني تخدم في التمويل. كنت دائما نحب نصنع الحاجه انا ونطورها انا. يا انا كي بديت نخدم بنا بديتها برطل الكوكاو. برطل الكوكاو ماشي مقشر، نقعد حتى زوج تاع الليل نقشر فيه، ومش الغدوه من ذاك نخدمه وندير البرودوي ونروح نوصله. يعني في البدايه ما كانش عندي القدره الماليه هذيك باش نجيب منتجات غالية شوية. هذه رقم واحد. ما حبيتش نطلب المساعدة من بابا مثلا، ولو أنه بعد ساعدني، لأنه خطأت الوالدين ما يفيقوش جديتنا في الحاجة كي نبدأوا فيها. صح كي يشوفونا بلي رانا مصرين على الموضوع ونخدمه كل يوم نباتوا القشرة في الكوكا والغدوة نوصله، دونك هاي فهموا جديتنا في الموضوع. لما يرى الإلحاح والإصرار في مواصلة الشيء، بغيته
رؤية نتائجه. لا حتى أكثر من ذلك دكتور زكريا، يعني لما الشاب ربما يلقى هذا المنتوج يتباع في الأسواق، يقرأ زبدة الكاوكاو الطبيعية 100% بنا، يقول لك هذا مشروع كبير وراح يدير فيه شركة كبيرة وصعيب، لكن لا، هذه قلت لكم بديت برطل الكاوكاو نقشره حتى للزوجة الصباح. هناك أمور نستطيع أن نقوم بها فقط بالإرادة، يعني فقط تكون عندك عزيمة، الإرادة وخلق الوفاء في المهنة فعلا، وخلق الوفاء في مراعاة التخصص، لأنه أحيانا لما يكون الإبداع في الشيء ويكون ناتج عن عما درسه الإنسان، هنا تأتي الفكرة أو يأتي الإبداع أكثر، صحيح. لأنه لديه خلفيات ولديه معطيات يسير عليها، فهذا من خلق أو أخلاقيات المهنة فعلاً. أن الإنسان يبدع في الشيء الذي بحث فيه. ولذلك نحن الآن في زمن التخصصات، يعني نجد كثير من التخصصات التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها، وهذا الذي ندعو إليه الشباب، أن يراعي كل إنسان تخصصه فيبدع فيه، وهذه أمانة وأخلاقيات المهنة التي نحث وندعو الشباب إلى أن يسلكوا طريقها. ونحن اليوم في سلام شباب نتحدث عن الأخلاق، صحيح. الأخلاق تكون في كل حياتنا، في صحيح. في تخصصاتنا، صحيح. في مهننا، في معاملاتنا مع الآخرين. أسماء، مشاريعك ربما المستقبلية، أحلام وطموحات الشابة أسماء. حاليا نحوس، يعني الرؤية تاعي الأصلية يعني الأساسية هي أن نكبر بنا وتعود منتج اللي ما يقدرش الإنسان يتخلى عليه في فطور الصباحي. هذا هو البيت رقم واحد. وبالإضافة إلى ذلك، أنا كما قلت لك في الأصل أنا أشارك تجاربي مع الأشخاص الآخرين، يعني هذه نحسها رسالتي في الحياة، يعني كي إنسان يقعد هكا يعيش حياته لروحه برك ما نحسش بلي خلى أثر، صحيح. يعني الإنسان خاصه دايما يكون عنده حياته بصح في نفس الوقت هو جزء بهدف. من حياة الآخرين يعيش بهدف، خاصه يخلي حاجة مليحة في حياة الآخرين كما ماذا به يخلي حاجة مليحة في حياته، ما شاء الله. بالإضافة لهذا الشيء أنا دايما نقول للمحيط تاعي، ديجا كتبتها في البيو تاع الكونت فيسبوك تاعي، نقول لهم بلي الأمر ماهوش متعلق بأنه الإنسان ما يخافش، كان خافوا بصح الحكاية كاع والقضية في أنه نخافوا بصح نديباسوا هذاك الشعور ونتجاوزوا هذاك الشعور، خطاش كيما كتبت لهم مؤخرا باللي نكونوا نهضروا وحنا نرجفوا حاسبين خلاص قلبنا حيخرج في الكلمه صح. الجايه ماشي كلمه، ومن ذاك نبقاو نص خطوه اللور وسبع نص خطوه القدام وسبع اللور، بصح هذه الدنيا نظن ياك يا تعيش يا تقعد خايف. فعلا فخورين جدا بهؤلاء الشباب وتستحقين إشهار مجاني في برنامج سلام شباب. مشاهدينا اشتروا زبدة الكاوكاو، زبدة الفول السوداني الطبيعي لاسمها بنا، لأنه فعلا بنينا وهي من إنتاج أنامل ذهبية جزائرية شابة أسماء بن شهرة. شكرا جزيلا لك يا أسماء، شكرا، هذه رح نحتفظ بها ليا، شكرا أسماء. الآن إلى فقرة موالية من فقرات برنامج سلام شباب، فقرة الرائد. أنا الورقة، الكتابة هي أنا. وسعداء جدا أن نستقبلك يا اليوم نورة تعلى، أهلا وسهلا. أهلا نورة، أهلا، نورتينا يا نورة، أهلا. شكرا. كيف الحال؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، أهلا وسهلا. نشكر التلفزيون الجزائري على هذه الاستضافة الطيبة. أهلا وسهلا. أنا الورقة، أنا القلم، أنا الكتابة، الكتابة هي أنا، هي الكتابة هي أنا. ما القصة؟ والله الكتابة عشق، ومن أجمل بدايات حياتي هي الكتابة. من أول ما بدأت وتعلمت الكتابة والقراءة بدأت أصابع يدي تخط أجمل العبارات وأجمل الحكم والأقوال التي
تم جمعها كلها في كتاب يتكون من 10551 صفحة. ما شاء الله، كتاب يتكون من 10551 صفحة. 10551 صفحة. نورة، مشاهدينا دخلت إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يعني كم استغرق هذا التأليف من وقت؟ هو استغرق، هو يعني بداية كتابة الكتاب كانت من سن 13 سنة، فكنت أكتب بشكل يعني مش بشكل متقطع، مش متواصل، بحكم الدراسة وبحكم سني محتاجة إلى جمع معلومات أكثر على كيفية كتابة هذا المشروع كله، وإنما مع الجمع مع نقل الكتاب من الأوراق، الكتابة من الأوراق على الكمبيوتر كله استغرق سنة. يعني كانت الكتابة على الكمبيوتر مباشرة، لم تكن تستعمل المسودات ولا شيء؟ لا، ليس مباشرة، وهذا اللي خلى الكتاب أنه يستغرق كل هذه الفترة، لأنه أنا لي طقوس خاصة في الكتابة أني لازم أكتب على الورق، ورقة وقلم. وكل المبدعين الكتاب المبدعين يستعملون الورقة والقلم، فبعدها أنقلهم على الكمبيوتر، فهذا أخذ وقت طويل جدا. غير هذا لكان الموضوع، أنت صاحبة أضخم موسوعة أدبية ودخلت إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. هي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أنا يعني سجلت مبدئيا في البداية، فكان طلب يعني قبول أولي على الكتاب، وبعدها بكل صراحة أنا ما أكملتش الإجراءات، لأنه بصراحة ما كانش هدفي على قدر ما يكون هدفي المضمون، وإنما تم اعتماد الكتاب من طرفهم. أما كما يخص الشهادة فلها إجراءات أخرى، يعني استدعاء محكم من أجل أن يدخل الجزائر ويقدم لك الشهادة، فيها إجراءات أخرى أنا لم أتبعها بكل صراحة. ممكن تعطينا فحوى الكتاب، يعني على ماذا اشتمل، ما هي الفصول، ما هي المباحث، أو ما هي المضامين التي حواها هذا الكتاب؟ والله أنا اعتمدت على، هو الكتاب عنوانه بوابة النجاح، فأنا اعتمدت على يعني جمعت كل ما يستطيع يعني أنه يستند إليه الإنسان ليكون ناجحا في حياته. ركزت بشكل دقيق جدا على الجانب النفسي، لأنه الجانب النفسي من أهم الجوانب اللي هي من خلالها يكون الإنسان ناجح في حياته. صحيح. من أمل، من إرادة، كيف الإنسان يكون صاحب إرادة، كيف الإنسان يتمسك بأمل، وكيف الإنسان يحقق حلمه، فكلها جاءت في شكل، هي نصائح في شكل جمل، في شكل عبر، نصيحة، حكمة، فكانت كانت مقسمة على أبواب مثلا. هي ليست مقسمة، لأنه الحكم تقريبا في تشابه ارتجالية يعني. بالضبط. ممكن تسمعيني هكذا بعض الحكم التي تذكرينها؟ بالمناسبة لأنه نحن في برنامج الأخلاق، فأقول سألني الذي يجهل الكثير ما علاقة الدين بالأخلاق، فقلت الدين الأخلاق، لن تسكن ولن تصل ولن تلمس سماء القمة إلا بالأخلاق، أخلاقك خير ميراث لأهلك وأحبائك، لن تسكن بالأخلاق تسكن الأعالي والقمم. ما شاء الله. البعض الدكتور زكريا، نورة هي محامية في الأصل، ما شاء الله. تركت المحاماة، تركت قاعات المحاكم، وذهبت إلى الكتابة والقلم والورقة، لماذا نورة؟ رأيت أنه يعني ليستفيد مني ولو 10 من 40 مليون جزائري، هو أني التفت للكتاب أفضل، من أجل أن أخلد اسمي وأكون تاريخ في يوم من الأيام. لجأت إلى الكتابة، لجأت للشيء الذي أجد فيه نفسي، فوجدت نفسي في الكتابة، فتركت كل شيء وبعت كل شيء وتخليت عن كل شيء من أجل الكتابة. من أجل الكتابة. طب مشاريعك وأحلامك في الكتابة، أنه في يوم من الأيام مثلا تكونين كاتبة معروفة، تتحصلي على جوائز كبيرة، تتركين بصمة كما ذكرتي؟ والله أنا يعني الحمد لله المستوى اللي أنا وصلت له مشرف جدا، يشرفني وشرف كمرأة جزائرية، وشرف الجزائر، وشرف المرأة العربية بصفة عامة. أكيد أي إنسان كل ما توصل لنجاح، النجاح هو بداية لنجاحات أخرى. أكيد. ولهذا أقول أنا لن أتوقف إلى هنا، وإنما إن شاء الله أنا حلمي ليس هو بالكبير، وإنما بكل تواضع أتمنى أن أشارك في جائزة نوبل، ولما لا أكون أنا أول جزائرية أنال هذه الجائزة. أتمنى إن شاء الله تسمع السلطات المعنية ويتم ترشيحي للمسابقة بإذن الله، وإن شاء الله في جديد سيتم إعلان عنه قريبا. يعني أنا توجد لديك فكرة على سبيل المثال، أنك الكتاب تنتهجين فيه منهجية جامعية، يعني تقسميه إلى فصول أو إلى أبواب،
الأبواب تقسميها إلى فصول، الفصول تقسميها إلى مباحث، والمباحث تقسميها إلى مطالب، والمطالب إلى مقاصد على سبيل المثال، أو أنك تخرجين الكتاب في شكل سلسلة يستفيد منها المجتمع ضمن شرائح متعددة، يعني شريحة مثلا من هم في التعليم العام، أو شريحة غير التعليم العام في شريحة الجامعيين، أو شريحة الأطفال مثلا، فيكون عبارة عن سلسلة. ألا توجد لديك هذه الفكرة؟ والله هو الكتاب تم صدور منه كذا جزء يعني، وموجود إلكترونيا وموجود ورقيا، تم التعامل مع دار نشر في القاهرة، ومع يعني موجود في البلدان العربية كثيرة. فالكتاب أنا أفضل أن يكون متنوع بحيث أنه القارئ ما يحسش بالملل، بحيث أنه هو يستفيد من كذا مجال ومن كذا موضوع. فأنا أحب أنه يكون نوع من يعني شك يعني في نوع من التنويع، وكذلك هو موضوع إبداعي ليس هو أكاديمي ولا هو. أسفة جدا على المقاطعة، لكن لفتتني صراحة هذه الصورة، ما قصد هذه الصورة؟ لم أفهم. هو كتاب أحكي لي عليه. هو كتاب تم تجميع كل ما كتبته. هذا هو كتابك؟ هذا هو كتاب. أوكي. هذا حجمه الكبير. هو 57 سنتيمتر. أتعلمين لم أفهم أنه كتاب، لم أفهم الصورة كتاب. حتى قلتي أنه كتاب. كتاب لأنه أنا وضعته في شكل خزانة يعني غير مكتملة من أجل أنه يقدر يعني الكتاب يكون نواقف. كل هذه صفحات، كل هذه صفحات. صفحات إيه بالضبط. ما شاء الله. طيب شاء الله. يعني أنك توصلي لهذا الكمية الكبيرة من الصفحات في الكتاب في القادم، في المؤلف القادم، هل سيكون أكبر؟ أنا لا أريد أن أحرق المفاجأة صراحة، ولكن بإذن الله رح تحرقي المفاجأة. سلام شباب. بإذن الله. لا لا بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، بكل تواضع بكل فخر، حيكون كتاب تاريخي، أول مرة كتاب يعني ممكن أقول في تاريخ البشرية سيصدر كتاب تاريخي بإذن الله. ما شاء الله. سيكون في الأيام القادمة بإذن الله. يعني سيكون كتاب يعني مفخرة للجزائر، ومفخرة للمرأة الجزائرية، ومفخرة يعني كل مرأة على وجه الأرض بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك نورة. أكيد كنت سعيدة جدا أني استضفتك نورة تعالى، وأتمنى لك كل ما تطمحين له إن شاء الله تصلي إليه. شكرا جزيلا لك على الحضور. مستمرين معكم مشاهدينا في برنامج سلام شباب. أنا أتحدث وهي من وراء الكاميرا تقول لي إنه دوري، إنه دوري، إنه دوري. خلاص سكت خالتي موني، المجال لك. أنا الحاشة موني، نحكم المليح ونرمي الدوني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم أولادي العزاز بخير؟ واش راهي صحتكم؟ اليوم راني جيت نحكي لكم على جيلي، هي جيل الثورة المجيدة، وجيل الأخلاق، وجيل النية. أما أخوتي قبل ما نروح نصلي العشاء قلت والله غير نحكي لكم. هي حنا كي كنا نزيدنا، منين كنا ننزادوا؟ كنا ننزادوا متخلقين بالفطرة. إيه والدينا معي ومعنا، وإحنا معينا معهم. كنا نحشمو، كنا نستحيو، كنا ما نرجعوش الهدرة الكبار، كنا نوقروا الكبار والقادروا الصغار. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ إيه يا مد زمان. وكنا ونحترموا الجيران، كنا ما نسرقوا ما نافقوا. أنا هذا النفاق أنا عمري ما سمعت به، أول مرة نسمع بالنفاق. بكري ما كانش عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. واشي هذا؟ واشي هذا؟ ها ما اسمحوا لي يا ولادي او التليفون بركه، اسمحوا لي. الدار الدار. الو. ها واش قلت؟ لا حول. هي هي خلاص. طيب اسمحوا لي يا وليداتي. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله استغفر الله. واش كنت نقول لكم؟ اي كنا نهضروا على احترام الجار. هذه هي جارتي برك، المصيبه هذه كان نهار كامل يتوقب عليا. وين رحتي؟ وين جيتي؟ واش هزيتي؟ الصاشي كحله، صاشي كحله، تشوف واش فيها الداخل. ماشي عيب هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. واش كنا نقولوا؟ اي قلنا لازم نحترموا الجيران. الجار راه وصى عليه ربي والنبي.
فهمتوا ولا ها؟ ولازم نهضروا معاه بكلمة طيبة. واش راك جاري؟ واش صحتك جاري؟ لاباس جاري؟ كاين ولا ما كاينش؟ ولازم لازم هو شخصي وعليه كيغيب وحنا كنغيبوا ثاني شخصي علينا الجار. اي ها اي ونسيت ما قلت لكمش الفاميلا، الفاميلا ثانيه وصاليها ربي ونبي. الو ها واش بغيتي عندي؟ واش اخي قلت لك ما تجيش تعيط لي كنكون برا. ها روحي ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي تطلقي اي ونروح نجيب ولدي نجيب له مراه وحده اخرى، مصيبه هذيك. اي الله اسمحوا لي بركة الدكتور اسمح لي، هذه هذه مرت بني عزيزة على عيني والله عزيزة علي قرة عيني، خلوها لي أمانة. لا حول ولا قوة، استغفر الله يا رب استغفر الله، واحد كان راح يصلي ذهبوا له. لا حول، واش كنا نقول؟ اي بالكم وليداتي بالكم تدعيوا على بعضاكم بالشر. ايه الشر ومش مليح الدعوة تاع الشر، بالكم اه ايه. وهدروا بصوت واطي، صوت ما تعيطوش، لازم صوتكم مادام ما تعيطوش، فهمتوا ولا ها؟ صلاه النبي صلاه النبي. بصح بالنسبه للدين انا ملي كنت صغيره ملي نشفع على روحي كنت في عمري عام مازال ما حبيتش وليت نصلي. اي والصيام، الصيام كان في عمري 9 اشهر. على بالي ما كنتش مأمنين، بصح انا ما نحلفش انا 9 اشهر ما كانت تصومني باليومين، حتى قال لها الطبيبه وحرام عليك يا مخلوقه الطفله راح تموت، صوميها نهار بنهار. لا حول ولا قوة. حالي ما بنتي سمحي لي برك عن بالي الحصة بصح واش نديرو هاد دار هبلوني. اي الو اي ايه مانيش في الدار يا مانيش ثم يا مانيش ثم قلت لك مانيش ثم. انا طفي التليفون هذا راح يهبلوني، ها هو اللي فزد لي اخلاقي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا ما خايتي ها واش كنا نقولوا. المهم انا نني باقيله باقيله وقت العشاء دكتور يا اخي، انا نروح نصلي، نروح نصلي وليداتي نخليكم على خير يا اخي. بارك الله فيك، انا سمحوا لنا برك على التليفون. شكرا شكرا. وديجا نقول لكم علاه تحرويت لكم، علاه انا جيت نفتي هنا يا اخي، الحلال مبين والحرام مبين، ها الدكتور يفتي لكم. لا حول ولا قوه. حليمه تبقي على خير، الى اللقاء. السلام عليكم. شكرا شكرا جزيلا لك خالتي موني، اكيد القاك في العدد القادم من برنامج سلام شباب. دكتور زكريا، يعني دائما هناك مجموعه من الصور التي تعني لنا شيء، تذكرنا بشيء، تذكرنا ربما بذكريات بشخصيات كان لهم اثر في حياتنا. الان نزيم قايدي سيعرض علينا مجموعه من الصور، وراء كل صوره اريد ان قلب دكتور زكريا هو اللي يحكي. يلا على بركه الله. طيب هذه كانت في مكتبه البرلمان الكندي بالعاصمه الكنديه اوتاوا، وهي مكتبة ضخمة جدا، أسست في 1876. مثل ما نلاحظ هي مصنوعة من خشب الصنوبر، لو رصت رفوفها واحدا أمام الآخر لبلغت 17 كيلومتر ما شاء الله من ضخامتها. واستغرق بناؤها 17 سنة أيضا، وتعتبر أول مكتبة في شمال أمريكا لديها سقف مصفح من الزجاج. الصورة الثانية، هذا القسيس كيباكوا بسانونو تشيرش، بكنيسة سانونو تشيرش. أنا بالمناسبة كانت مذكرة تخرجي في الليسانس حول التنصير والاستشراق، فالتقيت به وتحدثت معه و تناقشت معه في بعض القضايا في النصرانية، في الديانة النصرانية من منطلق حوار الأديان، وكان حوارا هادفا، والحقيقة تلقيت ترحيبا به وبكل الطاقم الذي كان موجود معه في الكنيسة، وقلت أننا نحن المسلمين نقرأ في كتاب الله عز وجل مدحا للنصارى، لما قال ربنا تبارك وتعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذا هو الدين الإسلامي الحقيقي دكتور زكريا. صحيح. غبريني. صحيح. لأنه الشاب المسلم هو الذي يتعامل بأخلاقه بدينه. نعم. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود مع كافة ومع كافة الشرائح. نعم. صورة أخرى،
ما شاء الله. لا أدري من أين حصل المخرج على هذه الصورة. لا، نزيم يبحث في حياتكم وفي أسراركم. ما شاء الله، هذه من أجمل الأوقات. هذه كانت أثناء دراستي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأقيم بالمدينة المنورة مهرجانا للثقافة والشعوب. الجامعة كانت تضم 165 جنسية حول العالم. ما شاء الله. وأنا كنت ممثل جناح الجزائر في هذا المهرجان الذي زاره سفراء من عدة دول، والذي أمامنا هو سعادة سفير دولة فلسطين الشقيقة. يعني الجزائر بالنسبة لهم غنية عن التعريف، هي بلدهم الثاني. صحيح، هي السند. هي السند، نعم. الصورة الأخرى، ما شاء الله، هذا كان بمثابة الأب في ديار الغربة. هذا سعادة قنصل عام الجزائر بجدة وسفير الجزائر بدولة الإمارات. حقيقة تلقينا منه ترحيبا كبيرا، ففتح لنا بيته ومكتبه وحدب علينا من كل جوده. والحقيقة أنا أحيي كل الطاقم القنصلي بقنصلية الجزائر بجدة بالمملكة العربية السعودية على كل جهودهم، و يعني من القنصل إلى البواب إلى المستشارين الدبلوماسيين. وهذه الصورة، ما شاء الله، هذه أستاذتي بالابتدائي، ما شاء الله، بمدينة حجوط. وأحيي كل أناس مدينة حجوط، مسقط رأسي وولاية بازا. هذه معلمتك في الابتدائي؟ معلمتي في الابتدائي، وهي من أصول فلسطينية. هي فلسطينية هاجرت إلى الجزائر. واضح من الزي الفلسطيني. نعم، هي فلسطينية، علمتنا حب الجزائر مع أنها فلسطينية. وهذه الصورة، ما شاء الله، هذه صورة الجامعية. في مستغرب من الصورة. في غرفة الجامعية، صحيح. صحيح، يعني قد يكون تواصل مع أحد الأقربين. لا نعلم، هذه أسرار البرنامج دكتور. نعم. زكريا، من أين لنا المعلومة ومن أين لنا الصور؟ يبقى نزيم قايدي يحتفظ بالمصدر، بمصدر الضيوف. هذه غرفة الجامعية بالمدينة المنورة في مرحلة الليسانس، وكان زميلي بها ألماني. أنا عشت مع ألماني مدة 7 سنوات، وكانت من أجمل الأيام التي عشناها بالمدينة بحكم التفرغ للدراسة. وهذا الصورة، تأثرت. نعم. صورة من؟ هذا يعتبر أخ بالنسبة لي، رحمه الله، عبد القادر طبوش. يعني توفي قبل سنة على إثر سكتة قلبية، رحمه الله. أدمعت عيناك دكتور زكريا، رحمه الله ورحم موتانا جميعا. صورة أخرى، أسفة جدا على هذه المشاعر. هذا شيخي وأستاذي رحمه الله أيضا، يعني الدكتور محمد أيوب البرمي، درسني التفسير بالمدينة المنورة، واستفدنا منه كثيرا في تفسير كلام الله عز وجل. درست عليه 3 سنوات، وأكرمني الله عز وجل بالحج معه، ليست حجة الإسلام وإنما الحجة الثانية. وكان قمة في الأدب وفي التواضع وفي منهجه الوسطي المعتدل، رحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جناته، رحمه الله رحمة واسعة. رحمه الله ورحم الله كل موتى المسلمين. لازالت فيه صورة أخرى نزيم. هل هناك مفاجأة أخرى لضيفي؟ وهذا الصورة، ما شاء الله، هذه قرة عيني ورأس مال حياتي. يا الله، الوالدة الكريمة أم زكريا، زينب، حفظها الله. أمين يا رب. وأعلم مقامها في الدين والدنيا والآخرة يا رب. لعل من الإيجابيات التي حصلنا عليها ونحن بالمملكة العربية السعودية أننا استضفنا الوالدين أثناء قيامهما بالمناسك، وقد أديت بها مناسك العمرة ويدي بيدها طيلة لله. المناسك الحمد لله. الحمد. الحمد لله، محظوظ. وما نجاحي ووصولي لما أنا إليه إلا بفضل دعائها واهتمامها وتربيتها. وهذه الصورة، ما شاء الله، هذه صورة دكتوراه العلوم، آخر مؤهل حصلت عليه في جامعة الجزائر 2 ببلد الأم الجزائر.
وقضيت فترة شيقة أثناء تحضيري لأطروحة دكتوراه العلوم، وكان مشرفي عليها البروفيسور الأخضر الكحل، وكان رئيس لجنة المناقشة البروفيسور محمد العربي بدرينا، واستمتعنا حقيقة واستفدت منهم كثيرا من خلال توجيهاتهم ونصائحهم، مما يثمن الرسالة بأن تكون في صورتها النهائية ونوقشت يوم 29 جوان كما هو موضح صحيح في الشهادة. فشكرا لكل الأعضاء المناقشين، الأستاذ الأخضر الكحل والأستاذ البروفيسور بيبي مرزاق والبروفيسور محمد خليفية والدكتور سليمان بن صفية الذي كان أستاذي بالمدينة المنورة وهو يحضر الدكتوراه هناك ما شاء الله، ثم صار أستاذا محاضرا الآن بجامعة الخروبة. فأسأل الله أن يحفظهم جميعا. أمين يا رب العالمين. ونحن نتحدث اليوم عن الأخلاق، أكيد كنت مثال رائع عن الشاب الخلوق، الشاب الذي يتصلح بالأخلاق، بالقرآن، بالشهادات العليا، وبطريق مرسوم على خطى الدين الإسلامي. أنا كنت سعيدة جدا بك اليوم دكتور زكريا. شكرا غبريني، وأكيد كلمة في نهاية البرنامج. أنا الذي أنصح به الشباب وأنصح به نفسا أن يمضوا قدما إلى التعلم وطريق العلم، وطريق العلم مبدأه النية الصالحة والهمة. يعني قد يشاهد المشاهد الكريم ربما يتبادر إلى ذهنه أن نجاحي وبلوغي إلى هذه الدرجات العليا كان بسبب دراستي في الخارج. نحن نقول أن الدراسة في الخارج وإن لم يكن لديك همة فلن تستطيع أن تكمل، بدليل أن كثير من الكوادر الجزائرية تحمل شهادات جزائرية وهي تشتغل في قطاعات كبرى بالخارج. دكتور زكريا غبريني، كنت سعيدة جدا بك اليوم أن تكون ضيفي في برنامج سلام شباب. في الأخير سأدعوك إلى سجل البرنامج حتى تكتب لي ذكرى وانطباع حول برنامج سلام شباب. أما أنتم مشاهدينا فسألقاكم بحول الله في العدد القادم من برنامج سلام شباب. دمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام شباب ألف شكر للفرقة التقنية HD3 للمخرج نزيم قايدي، ببكر وكل الفريق الذي خدمكم في هذا العدد. إلى اللقاء.